العرض الصحي على مستوى جهة طنجة التوان الحاسمة تعزز بإعطاء انطلاقة خدمات 7 مراكز صحية حضرية من المستويين الأول والثاني. إعطاء انطلاق خدمات هذه المراكز يأتي في سياق تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإجراء إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وفي إطار تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحديث وتأهيل البنية التحتية الصحية. احنا كنتواجدوا اليوم في مركز الصحي بنديبان من المستوى الاول، واللي كيخدم واحد 60,000 نسمه ديال الساكنه اللي حول هذا المركز الصحي ديال القرب. هذا داخل في اطار السياسه ديال التاهيل ديال القطاع الصحي اللي وصى عليها صاحب الجلاله جات في المنظومه الصحيه، واللي كيحث على سياسه ديال القرب، وان الطبيب هو اللي خصو يمشي يقرب للمواطن، ماشي المواطن اللي بدا يقلب على الطبيب. المراكز الصحية ستقدم سلة متنوعة من خدمات طبية وعلاجية لفائدة الساكنة، وتشمل بالأساس الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة كداء السكر وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل والصحة المدرسية وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.